الرحيم من السعيد وصلى الله وسلم على رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي 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 ثم بعد. خلاص احنا عرفنا كده كسكينه السكينه دي كونكتر سويتش ارسنج سويتش مثلا سيركت بريكر ايه النقط اللي يهمني فيها تغذيه والفري كونتاكت اللي باخدها منها. دلوقتي هنبدا ان شاء الله في ازاي بقى ابدا استخدم النقط دي معايا في الكنترول لوجيك او الكنترول فلسفي. انواع النقط بس الاول ستاند لو ستاند الون كونتاكت لو كونتاكت لوحدها يا اما نورمال اول يا اما مين نورمال كلوز نورمال اول اللي هي بيبقى واخده الرقم بعديه حرف A مثلا البريكر الانسي كود بتاعه 52 فلو انت لو شفت كونتاكت مكتوب عليها 52 A ايوه نورمال لو قالك سكينه مثلا A كونتاكت يبقى انت تعرف دي ان هي مين النورمال اول B كونتاكت يبقى ده نورمال كلوز كونتاكت ماشي. النورمال اوبن دي ممكن استخدمها علشان ايه؟ حد يفكر كده؟ لا يعني ممكن استخدمها علشان لا ان انا اقول مثلا ركز معايا ان انا لو فرضت مثلا ان انا بقول ان في نورمال اوبن كونتاكت هاخدها من الديسكونكتد سويتش مثلا في سكه مثلا الايرسنج سويتش مثلا ان انا بقول ها بالظبط يعني ايه يعني بكل بساطه ممكنه بكل بساطه ممكنه ادي ده مثلا الكويل مثلا او ده مثلا السكه اللي انا هقفل بيها او الحاجه اللي لو جت عليها اشاره مثلا هقفل بيها الاسنج سويتش سواء هي بقى يعني موتورايزد فده عباره عن موتور سواء بغض النظر عن ده ايه يعني ماشي وده النيجاتيف اهو وده كده الكوماند اللي انا هديه ده الكوماند بتاع ان انا هقفل الايرسنج سويتش فاروح اقول ايه ده الكوماند كده وده البوستر هروح اقول انا همسك اشاره النورمال اوبن كونتاكت ده من الديسكونكت سويتش واحطها في السكه كده ايه اللي انا عملته دلوقتي لو انا جبت الديستي هنا اوبن كوماند بص بقى الديسكونكت سويتش اللي انا واخد منها الاشاره دي لازم تبقى مالها ما يعني مقفول علشان الديسكون عشان ايرسنج سويتش دي مثلا الاشاره توصل لها طبعا هي مش كده المفروض ياخدها من نورمال كلوز بس انا يعني انا مش بدي مثال ان انا بحطها في دايره اخرى بتاعت حاجه ثانيه طب ده لما احنا اتكلمنا فيه عرفنا ان ده جوه الميكانيزم بتاع الديسكونكتر سويتش نفسها ودي دايره جوه الميكانيزم بتاع الايرسنج سويتش نفسها فده مكان وده مكان تاني بيبقى عباره عن ده الكابلات دي كابلات انترفيس خارجيه اللي هي بتمشي في ترينش او تمشي سيان في اي شيء او كيبل تري او اي حاجه والكابلات دي تمشي بحيث ان انا اوصل من ده وده اروح اجيب نقطه وارجع عن طريق اللي انا عشان احطها في سكه الايرسنج سويتش او غيره خلاص كده طبعا هي اول مثال هنا المفروض مثلا النورمال اوبن دي تتحط في سكه البريكر بحيث ان انا اقفل السكينه الاول بعد كده اوصل السكينه الاول بعد كده اوصل البريكر بحيث ان السكينه تتوصل رقم واحد بعد كده البريكر رقم اثنين فسكه الكلوزنج بتاع البريكر مثلا ممكن اخد منها من النورمال اوبن كونتاكت في سكته طيب النورمال كلوزد كونتاكت يا نوح قول لي كده استخدام ليها مثلا لو انا انت لوك الديسكونكت سويتش لو هي متوصله يبقى اذا الاوبن ده ستيتس علشان اقول ان الوضع المعده مقفول كلوزد والنورمال كلوزد ده عشان اعبر عن وضع المعده ان هو مين اوبن لان الوضع الريفرنس بالنسبه لي هو الديد وضع الريفرنس بالنسبه لي هو الديد ان لو المعده مفتوحه يبقى مفتوح اذروايز نوتد لو الا لو كان هو قال لك كونديشن معينه وكتبها لك على جنب استرك كده وحط لك نوت لكن الريفرنس بالنسبه لي ان احنا بنقرا بيه ان الريفرنس بالنسبه لي ان وضع المعده ديد يعني لما تبقى اوبن يبقى النورمال اوبن والنورمال كلوز طيب ندخل بعديها للتو كونتاكت تو بارلل كونتاكت واحده نورمال اوبن بارل مع واحده نورمال كلوز حد يعرف ايه الاستخدام ليها كده؟ نفس الديفايس يعني مثلا نفس الديفايس بالظبط خدت نورمال اوبن مع نورمال كلوز انترميديت بوزيشن ايه انترميديت بوزيشن؟ لا اما تبقى السكينه مفتوحه لا اما تبقى السكينه يعني مقفوله ممكن يبقى في وضع في النص السكينه لسه بتتحرك لانها بتاخد 5 ثواني او 6 ثواني فانا عشان اجيب الوضع اللي في النص ده
بجيبها عن طريق النورمال اوبن كونتاكت بارل مع النورمال كلوزد كونتاكت. ماشي. طب ليه عندنا قاعده اللي هي لا دي جايه دي جايه دي جايه ما تخلطش بقى ما تخلطش بقى. لا ماشي مع القاعده ديت لو ثانيه يعني السلايد اللي جنبيها هتبان لك ده ازاي عبر عن الانترميديت بوزيشن السلايد اللي بعدها على طول. ماشي خلاص كده. ايه تستفيد بيها ان انا ما اديش ما فيش البريكر كده يعني ما اديش كلوزنج للبريكر لو لسه كده في النص. ماشي هتيجي في السلايد اللي بعديه. خليها في السلايد السؤال اللي بعديه التو سيريز كونتاكت. طيب اللي بعدها التو سيريز كونتاكت لو خليت تبرر دلوقتي التو سيريز كونتاكت بعد التو سيريز كونتاكت ان انا بجيب كونديشن من حاجه مع كونديشن من حاجه ثانيه. اه يعني مثلا الايرثنج سويتش عشان مثلا عشان ادي لها مثلا كلوز كوماند لازم يبقى البريكر مفتوح والديسكونكتر سويتش مفتوح عشان ادي لها كلوز فاخد نورمال كلوز سيريز مع نورمال كلوز علشان او الاثنين نورمال اوبن كونتاكت علشان كده. فاهم قصدي؟ يبقى ده يبقى انا ببدا العب بيه الكونتاكت دي في ان انا اجيب كونتاكت في سكه حاجه في سكه حاجه علشان ايه احط الانترنت. ماشي. الحته بقى اللي انا كنت بتكلم عليها بقى يا ديون اللي هي بقى الانترميديت بوزيشن او الحاجه دي بتحصل النورمال اوبن كونتاكت دي بتفتح ازاي. ركز معايا بس في الدياجرام ده ركز معايا بقى في الدياجرام ده مهم جدا. في انترلوك كنت هضيفه قبل كده في موقع وبسبب البيهيفير بتاع النورمال اوبن والنورمال كلوزد البيهيفير اللي انا هشرحه ده بقى انت بقى اضطريت ان انا اخد سيلف لاتش علشان اقدر احقق الكونديشن اللي انا باخده ده. فركز ان انت تفهمه بس. النورمال اوبن ده الكلوزنج اوردر. لو انا عايز ادي نورمال كونتاكت دورينج الكلوز والاوبننج اوردر. لو انا عايز ادي كلوز كوماند لو انا اول حاجه النورمال كونتاكت كونتاكت عاديه اللي هو النورمال اوبن او النورمال كلوز ده الكونتاكت دي لو انا عايز ادي كلوزنج اوردر يعني هدي مين كلوز كوماند بحيث ان انا هقفل المعده اللي قدام وليكن مثلا بنتكلم على سكين فده كده الستيتس مين A مين B بين C يبقى انا كانت اوبن وبقت مين كلوز ريد يولو بلو اللي هي الفازه الاولى الفازه الثانيه الفازه الثالثه الثلاث فازات يبقى في اللحظه 1000 ومش عارف كام يعني الرقم ده اهو في اللحظه دي هتبدا مين ال 3 كونتاكت يبدا يقفل صح كده؟ ال 3 كونتاكت هيبدا يقفل هنا وهنا وهنا اللي هي المين كونتاكت نفسها بتاعه الديسكونكت سويتش خلاص كده؟ طيب الكونتاكت بقى هتبدا تغير وضعها من امتى؟ ركز بقى معايا كده ايه الكونتاكت؟ ايه الكونتاكت دي اللي هي مين؟ نورمال اوبن دي تعني ايه؟ ان هي طول ما البريكه طول ما السكينه مفتوحه فهي اوبن. طب بتبدا تغير وضعها امتى؟ بعد ركز صح وقول صح بعد ما المين كونتاكت بتاع الديسكونكتور سويتش نفسها تكلوز توتالي كلوز. فانا هنا الكونتاكت ايه كونتاكت بدات تقفل وتغير وضعها الاكزيلري كونتاكت اللي انت بتاخدها دي امتى؟ بعد ما المين كونتاكت بتاع الديسكونكتور سويتش نفسها قفلت توتالي. خلاص كده؟ ركز معايا اه الدراع ده بقى انت بقى بتلمس بحيث ان انت تجيب اخر الدراع ده بالظبط فالكونتاكت تقفل لما يكون وضع الديسكونكتور سويتش نفسه ال 3 كونتاكت قفل بالكامل. بعديها النورمال اوبن كونتاكت بعدها فتره زمنيه تبدا تغير ان هي تبقى كلوزد. خلاص كده؟ طيب البي كونتاكت يلا نروح كده قولها لي البي كونتاكت فتحت امتى؟ هي كانت مقفوله امتى؟ نورمال كلوزد لما كانت الديسكونكتور سويتش اوبن دي اوبن 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 الثلاث فازات. اول ما الديسكونكتور سويتش بدات ان انت تدي لها الاوردر فبدات يعني هتبدا تتحرك اول ما بتريليز اول ما بتبدا تفتح بتيجي فاتحه على طول النورمال مين؟ لا ركز ده انت دي بتخليك دي القصه دي الانترميديت بوزيشن ده هتفهمه من اللوجيك ده مش ملي سكند. انا ممكن اصلا اشاره معينه ما توصليش بسبب ان النورمال اوبن كونتاكت بتغير وضعها بعد ان هي تبقى كلوز بملي والثاني العكس فالاشاره في الوقت ده لو انا بدي اوردر ما بيوصلش مثلا. طيب في كده مرحله في النص ايه المرحله في النص دي؟
ايوه الاثنين مفتوحين. من انت المرحله دي، المرحله دي من اول ما السكينه تبدا تفتح لحد ما تقفل بالكامل الدراع، الاثنين بيبقوا اوبن. النورمال اوبن كونتاكت والنورمال كلوز كونتاكت بتبقى مين؟ اوبن. فده لو انا جيت في الوقت ده بدي كلوز كوماند للديسكونكتور سويتش وهي لسه بتتحرك، وراح واحد عمل ايه؟ الاوبريتور مثلا راح جاء ادى كلوز كوماند للديسكونكتور سويتش، في نفس الوقت راح بعدها طول ادى مين؟ كلوز كوماند للبريكر. يعني ادى كلوز كوماند وادى كلوز كوماند يعني. طيب ادى كلوز كوماند للديسكونكتور سويتش وادى للبريكر. لو انا ما عملتش وضع الانترميديت بوزيشن ده ممكن البريكر يقبل ان هو يوصل، ولو البريكر وصل في الاول والديسكونكتور سويتش بعدها بتكمل مشوارها هي اللي هتوصل، هي اللي هتوصل في الاخر فهي اللي هتاخد التيار الكهربي كتير، لان الديسكونكتور سويتش نو لود بريك سويتش، اقدر ان انا بريك على نو لود، هي فولتج بريك سويتش تقدر تبريك على فولت وزود كارنت بس. خلاص كده يبقى اللوجيك ده طيب يلا بقى كده يا بيو قول لي بقى الحاجه اللي بعديها. النورمال كونتاكت دورينج الاوبننج، دورينج الاوبننج مين ايه؟ مين بي مين سي؟ صح مقفولين الثلاثه اول ما تيجي بعد دي برضه صح؟ لا مقفوله معناها النورمال اوبن كونتاكت مالها مقفول والنورمال كلوز مفتوح صح. اول ما جيت ادي انا الاوردر هنا وهنا وهنا النورمال اوبن فتحت قبلهم، فتحت قبلهم ليه؟ عشان هو لسه هيفتح وكان دي عشان هي اه بالظبط، ان انت وانت لسه بتبدا الاوردر هي لسه السكينه ما خدتش المسار كلها، فاول ما تبدا الاوردر بتبدا تريليز، اول ما تبدا تفتح كده النورمال اوبن كنت هتبتدي تجي فتحه على طول. النورمال كلوز كونتاكت مش هيفتح كده بعد اوصل لما المشوار بتاع السكينه بالكامل يفتح، مشوار السكينه بالكامل يتاخد ويفتح يبقى توتالي اوبن بالكامل، تبدا بعديها النورمال كلوز كونتاكت دي ماشي. ركز بقى معايا كده، ده ميك وده بريك، ده ميك دورينج الكلوزنج وده بريك. الميك ايه اللي بتاخر؟ النورمال اوبن صح، والنورمال كلوزد تبقى بدري، والعكس في الـ في الـ في الـ في البريك. دي النورمال كونتاكت العاديه، دي كده كونتاكت عاديه من اي كونتاكت بتاخدها بتبقى البيهيفير بتاعها كده، ده النورمال كونتاكت. في بقى كونتاكت ثانيه ايرلي ميك ليت بريك، ودي بتبقى هم في الباسبار بروتكشن ان شاء الله لو قدر ربنا ان شاء الله ونكمل ان شاء الله الكورس ده ودخلنا في ليفل 2 في ان احنا ندخل للبروتكشن ديفايس وبشرح الباسبار الكونتاكت دي هتبقى لها استفاده بس نفهمها دلوقتي. بس الطبيعي اللي هي الاولانيه، الطبيعي الاولانيه الكونتاكت دي سبيشال بناخدها في الباسبار، وان كان الباسبار الحديث خلاص ما عادش ان هو بيهتم بالقصه دي كلها لان في ستاتس بتاعت البريكر وهو بيبقى عامل ديسكونكتر سويتش الارم او اللي هو اسمه اللي هو بيبقى فيه ان الاثنين كونتاكت يعني ايه؟ يعني ال ان ميك الليد بريك خلاها بس في وقتها انا مش هشرحها بس احنا نعرف ايه اللي بيحصل فيها. ركز بقى معايا كده. الكلوزنج كوماند ايرلي ميك، ايرلي ميك يعني ايه ايرلي ميك؟ انا هرجع كده لحظه يعني هشرح دي وهرجع مره ثاني للنورمال كونتاكت ايه اللي فيها. يلا نروح. المين كونتاكت هنا اوبن اوبن اوبن، النورمال اوبن كونتاكت اوبن والنورمال كلوز كلوز خلاص. انا بدات ادي الامر من هنا مثلا فهي قفلت في المين كونتاكت قفلت هنا وهنا وهنا ريد يلو بلو اللي هم الثلاث فازات ماشي اي بي سي. طيب هنا ايه اللي حصل من النورمال اوبن كونتاكت؟ اول ما انت اديت الاوردر غيرت وضعها على طول، اول ما اديت الاوردر بتاع الكلوزنج انت لسه السكينه ما خدتش مشوارها بالكامل، اول ما اديت الاوردر الكلوزنج راحت مالها؟ راحت جت على طول مغيره ولا فده ايرلي ميك. طيب والبي؟
لا مش ليد بريك، انا لسه في اللي مين كان مش راح اشوف ليد بريك. اسمع هي ده ديورنج النورمال كونتاكت كلوزنج اوردر. النورمال اوبن كان تاخر والنورمال كلوز كانت بدري. دي عمل ايه اللي حصل؟ دي بقت بدري ودي متاخر صح كده؟ طيب الاوبننج بقى قول له كده حد يعني انا عايز اخبي الاوبننج بس مش عارف اخبيه ازاي. ممكن نصغر مش نكبر نمشي تمام. انا مش هفهم برضو اشرح الدايجرام احسن. قول بقى قول يا مجدي. هي دلوقتي ديرنج الاوبننج كان وضع السكينه اصلا كلوز فالثري كونتاكت مالهم يعني مقفولين صح كده. بعد كده انا هدي اوبن كوماند. اول ما ابدا اوبن كوماند ايه اللي يحصل؟ الكلوز مقفول والاوبن هيستنى لاخر المشوار وبعدين الكلوز صح. الاوبن بيستنى لحد من اخر المشوار لحد ما تبقى انت بالكامل فتحت. فليه بريك؟ ليه بريك الاوبن هنا خلاص كده والكلوز اللي ميك فاهم قصدي؟ الكلوز هنا اللي النورمال كلوز ده اللي ميك. ما انا قصدي ان هو اللي ميك يعني الاخر. بص لك حاجه في الاخر الانترميديت بوزيشن الاثنين مقفولين بس هو ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. الانترميديت بوزيشن هناك الاثنين مفتوحين. الاثنين مقفولين ده بتهمني في الباسبور ماشي كده؟ كونتاكت دي جوتيت دان اون ذا داستد ماشي خلاص كده خلصنا الكونتاكت وازاي احنا بنستخدم الكونتاكت كلوجيك كسيمبل. نبدا بقى ندخل في حاجه بعدها من ازاي انا استخدم اللوكال ريموت سويتش في ان انا افتح سكه وسكه الدي سي او ان انا اغير سكه الدي سي ده ان شاء الله احنا نعرفه في الفيديو القادم ان شاء الله. لا لا لسه اتفضل. ازاي؟ كميكانيكال هو عباره عن دراع مثبت على المين كونتاكت. الدراع ده لما بيحرك المين كونتاكت دي برسمه بسيطه. هي طبعا في رسمه انيميشن كويسه جدا بس انا اقول لك رسمه بسيطه. لو انا اقول مثلا ده الدراع بتاع البريكر ده كده الدراع وده كده الدراع ده الموفابل وده الفيكس كده. البريكر مفتوح ولا مقفول؟ مفتوح صح. ده كده فيكسد مش هيتحرك خالص. مين بقى بيتحرك ده صح. في الوقت ده هو بيبقى مثبت نقط على الدراع مش على الدراع جوه مش على الدراع جوه على الاكس اللي تحت اللي بيحرك الاكس بالظبط. بص بقى بياخد هنا دي كده نورمال اوبن كونتاكت اهي اي كده اهي يعني انا يعني دي بص دي نقطه ودي نقطه ثانيه ودي نقطه ثالثه فاهم. دي دول كده ثلاثه نورمال اوبن كونتاكت. اول ما الدراع ده يحرك الدراع ده كده الاكس ده يتحرك او اول ما يكسر يجي يغير وضعه. هو بقى عشان يغير بقى وضعه فهو في اثناء المرحله اللي في النص في الانترميديت بوزيشن في الديسكونكتد سويتش بياخد وقت. الوقت ده بيخلي النورمال اوبن ما تقفلش لما الاوردر كله يوصل لحد السكينه توصل لاخر مشوارها. طب النورمال كلوز غصب عنك بتفتح على طول تاني هي في نقطه بس بيكريك الخاله في النورمال كونتاكت ماشي طيب. الدراع ده بس عشان تتخيلوا النورمال كونتاكت العاديه. ليه بنقول النورمال كونتاكت اللي هي بتفتح على طول؟ لان انا الدراع ثابت انا الدراع بيتحرك فانا ده الدراع ده اللي بيتحرك ده اللي هو ده اول ما يبدا يتحرك
الكونتاكت دي مش هتقفل لما ده يعشق بالكامل. فتبدا فنورمال اوبن كونتاكت تفضل مفتوحه طول الوقت لحد ما يقفل بالكامل. طب النورمال كلوزد انت اول ما الدراع ده بيبدا يتحرك بيكون فاتح اصلا النقط. فانت عشان كده قلنا النورمال كونتاكت العاديه بيبقى الوضع الانترميديت بوزيشن الاثنين مفتوحين بسبب الحركه دي. الان ليميت بقى ليت بريك لا مش بيعملهاش كده, بيعمل كونتاكت بحيث ان هي تحافظ على ان هي تبقى مقفول. يعني الكونتاكت مش بتتثبت هنا, مش بتثبت على نهايه المشوار, الكونتاكت بتثبت على بدايه المشوار وليس نهايته. الكونتاكت نفسها تثبت على بدايه المشوار بحيث انها يبقى يعمل ال ميك ليت بريك. فاهم؟ ديت هندسه موجوده في انا طبيعي في في البريك بيرسمها لك الفيندر, بيرسمها لك بيديك الكونتاكت ويرسم لك الدياجرام بتاع. احيانا بيديك رسمه زي دي بالظبط كده, واحيانا بيسميها لك يقول لك النورمال كونتاكت 52 اي بي 52 اي مثلا بتاع مش 52 اي بتاع الديسكونكتور سويتش الاي كونتاكت, يديك الكونتاكت 1 2 3 4 5 6 ده النورمال كونتاكت, ويديك 7 8 مثلا دي ايه دي اللي ميك ليت بريك كونتاكت. خلاص كده. طبعا اللي هي اللي ميك ليت بريك فيها نورمال ونورمال كروس عادي, بس هي بس الفرق من النورمال كونتاكت واللي ميك ليت بريك واحده بتثبت على بدايه المشوار واحده بتثبت على نهايه المشوار. شكرا, مش هنتكلم فيها اكتر من كده.